السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. وسامي سؤال كي أقبرة شو مرة جوز كان بي. من نبيك؟ أترحمي جوز كان بي كي تي بيغمبر كانت. تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام. توقو شاكي محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. أتوكين عبد الله. ابن عبد المطلب. عبد الله توكين عبد المطلب. ابن هاشم. هاشم توكين. هاشم من قريش. وهاشم جي قريش هاي. قريش من العرب. وقريش جي عرب هاي. والعرب من ذرية إسماعيل. وعرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام توكين. ابن إبراهيم عليهما على نبيين أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام توكين. له من العمر 63 سنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة بتر. 40 قبل النبوة. 40 سال تي نبوة بيش بتر. 23 نبيا ورسولا. و 23 سال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي بتر. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هم ورسولي هم. أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام الخمس الآيات الأولى من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أولي چیز دیکھ کہ قرآن مجید نازل کرنا گتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پنچیں آیاتاں سورة العلق بعث إلى الثقلين الجن والإنس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ دیا گتا انسانا انی مگا ہم و جنا انی مگا ہم كل من بلغته دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر و ہر کسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آورتگین دعوت اتکا و رستگ سر بتا و پدا ہم آئی سرا ایمان نیاری گڑا کافری کفری ایک بلاہین کفری یہودی مجوسی بودی نعم یہودی بھی بشار یا مجوزی بھی بشار یا بودی بھی بشار درست ہر کس کے استیں اگر رسول اللہ صلی اللہ ایمان نیارن کافر با یجب على اتباع موسی و عیسی علیہم الصلاة والسلام ان یتبعوا نبی محمد علیہ الصلاة والسلام علمیت موسی علیہ الصلوۃ والسلام تتابداران سرا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تتابداران سرا کہ ا اتباع بکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد بمکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا گتا مکہ وهاجر الى المدینہ و پدا ہجرت کتا دین پ مدینہ و اتم الله سبحانه وتعالى ان هذا الدين لا يستطيع احد ان يبتدع شيئا في دين النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس لنا الا الاتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورتگین دین اللہ رب العالمین پورا کتا تمام کتا هيت چیزی منا اضافه کت کنی نما کم کت کنی می سرا صرف اور صرف ہماری رندگیری کنا گین مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر الحق ما الحق البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بوتا پرچک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو کی ایدی بشر اور مخلوقات وفات با اہم وفات بوتا لم يترك شيئا يقرب الى الله الا وامر به هيت چوشین چیزی یلی نکوتت کی آمارا نزدیک کنت آ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارا گشتگون کوتگی ولم یترک شیئا یبعد عن الله الا ونهى عنه واعظم ما نهى عنه الشرك واعظم ما امر به التوحید او هيت چوشین چیزی هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاش نگبت کی آمارا چی اللہ رب العالمین دور کا ای بارا مارا منم کا او مستری منا کنا کہ ابوتا اچ شرک منا کنا گی ومسترين حكم كما رديك بتاع الله رب العالمين توحيد حكم أسأل الله سبحانه وتعالى جمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلم وما يدعاك أنك الله رب العالمين ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة الفردوس يجابك